هنعمل النهارده فول. يعني الوصفه دي مش هتصدقوا، لقيت في الكتاب جميل جدا بيتكلم على الوصفات بتاع بحر المتوسط. ففي حاجات مغربي، في حاجات اسباني، في حاجات الايطالي، في حاجات فرنساوي، ولقيت واحده من وصفات كمان الفول المصري. اسالوني ازاي ما اعرفش، يعني دي حاجه يعني نكته حكايه كده. فالمهم يعني انا قلت عايزه اوريكم الحاجات اللي كانت مكتوبه في الوصفه دي. انا هاخد علبتين فول من غير اي حاجه محطوط عليهم. انا متاكده في منكم اللي ستات البيت شاطرين جدا وبيعملوا الفول في البيت، فلو انتوا بتعملوا الفول في البيت طبعا يعني دي حاجه احسن كتير. بس يعني انا معلش ما عنديش وقت عشان الشغل، عشان العيال كل حاجه، فمعلش اشتريت العلبتين فول وحطيتهم عشان اسخنهم. هاخد انا هنا شويه بصل احضر وقطعه رفيع كده. هنحتاج في الوصفه دي كذا حاجه. اولا يعني الحاجات اللي احنا مش متواجدين عليها، مثلا البصل الاحمر، لكن الفراعنه، الايام الفراعنه، اصلا الشم نسين ده حاجه تبع الفراعنه، دي حاجه قديمه جدا. فاصلا البصل الاحمر ده كان واحده من حاجات اساسيات. احنا مش هنبعد كتير من حاجات الفراعنه. هناخد كمان نص بصلايه صحيحه، نقطعها رفيع. هنشيك الفول بتاعتنا عشان عايزين نسخنه. انا حطيت شويه زيت زيتون كمان على وشه، هنحط الزيت الزيتون كمان شويه. كمان هناخد فلفل حراق، فلفل حامي، فلفل حراق. يعني اكيد في ناس كتيره جدا هينبسطوا منها جدا، يعني خصوصا مع فطار واحد ممكن ياخد الشطه جنب الفول، او ممكن ياخد الفلفل الحراق. فاحنا هنحط فلفل الحراق الاخضر، هيدي طعم لطيف كده اهوت. والحاجه يعني حلي واحد يصحى الصبح ياكل شويه ويصحى على طول اهي. هنقطعه برده رفيع خالص، هيدي شكل لطيف الخضار اللي فيه. لو عايزين، لو لقيتوا الفلفل الحراق احمر، انا بحبه جدا لونه، لو هو احمر كده شكله يجنن يجنن يجنن. تمام، واحده واحده الفول بتاعتي اهو بيتسحن زي ما انتم شايفين. الفلفل الحراق جاهز. حاجة برضو اللي احنا مش متودين عليها، في الوصفة موجود الخيار محلي، يعني اللي احنا على طول بناكله من الطبق كده اهوت في الوصفة السلطات في السفرة، لا ده هيتحط على الفول. يعني انا جربت الوصفة دي، انا عجبتني يعني. وبرضو اللي انا عارف ناس كتيرة جدا بيحبوا الخيار محلي، انا واحدة اهي خيار محلي صغنطت. لكن انا ناس صحابي كتيره جدا جدا بيعملوا محللات في البيت واحسن من محلات 100 مره، فست البيت المصريه 100 100. فخدوا بالكم مش المحلات وبس، في حاجات احلى من محلات اصلا ومطاعم. في ناس يعني لما باجي عندهم في البيت مثلا بتأزم في مثلا عندهم عزومه، يا سلام مش ممكن. يعني الحاجات اللي بيتعمل في البيوت احسن من اي مطعم.
احنا اهي هنقطع شويه الخيار مخلل، مثلا نقول يعني 50 جرام يعني 70 جرام كده يعني. الفول بتاعتي اهي ساحل تقريبا، هنوطي لغايه ما نخلص. فده الحاجات الغريبه شويه اللي هيتحط النهارده على الفول. احنا متودين على ايه؟ نجيب شويه عيش، نجيب شويه طعميه، نجيب الفول من الراجل، وبعد كده نحط بس شويه عليه الحاجات اللي احنا كل واحد متعود عليها. يعني مثلا في ناس بيحطوا زيت وخل والكمون، وفي ناس يحطوا حاجات التانية. يعني في ناس بياكلوه بالجبنه بيضاء، انا بحبها بالجبنه بيضاء او بالبيض، يتحط عليه البيض حلو قوي. انا جهزت البيض هنا اهوت عشان خاطر برضو واحده من المكونات الفول الغريب بتاعتنا هتكون البيض مسلوق اهي. هناخد نحط كل الحاجات دي في البوله عشان نفضي البلانشا اهوت. ناخد كمان شوية بقدونس، شوية كويسين كده اهوت. افكركم احنا ما بنحطش اي خضرة في الوصفة مثلا وهي على النار، بنحطها في الاخر خالص عشان الخضرة بتضيع طعم بتاعها واللون بتاعها كمان بتروح. لكن لو عايزين نحافظ على الطعم واللون بتاعة الخضرة بنحطها في الاخر. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين بحط كل المكونات دلوقتي على بعضها، وبعد كده هحط عليها الفول وحلت كله على بعضه، وعندي شويه عيش بلدي جاهز. واحنا يعني هنا كلنا في استوديو في ناس كتيره جدا، انتوا بس مش شايفين، كلنا ما فطرناش، فهنفطر مع بعض سوا، نشرب الشاي بخمسة معلقة سكر. لا بهزر اهي. لو حاسين ان البقدونس مش كفاية زودوا فيه. يعني انا بصراحة الفول بالبقدونس برضو الحاجة صحية جدا. بحب انا كمان اعمل الفول بالبقدونس وطماطم، حاجة تجنن. ودلوقتي هناخد تقريبا نص معلقه ثوم، دي حاجه برضو على الفول بتاعتنا. لكن في الوصفه دي احنا هنحط كمان نص معلقه ثوم، وهنقطع البيض برضو زي ما انتم شايفين. الصفار البيض ما حليتوش يبقى يجمد قوي، حليته اصفر. عارفين ده بيتعمل ازاي؟ لو مثلا البيض بيبتل كتير بيغلي في الميه، اللون بتاعته بيروح. فلو اول ما البيض يغلي على النار سبته لمده 4-5-6 دقايق، وبعد كده شيلته من النار دخلته في الميه ساعه، هتطلع الصفار البيض لونه كده، مش المخضر ومسود وشكله غريب كده. انا اولاد بتوعي يعني وهما صغيرين كان ما كانش بيحبوا ياكلوا البيض لو هو مسلوق جامد، يعني لو كده ماشي. اهي حطينا حاجات على بعضها. كمان هنحط تقريبا 4 معلقات من زيت زيتون غير الحاجات اللي احنا حطيناها في الفول. هنحط شوية ملح وشوية فلفل، هنحط كمان شوية كمون، بس يعني انا جايبه كمان
معايا البزر الكمون، يعني ده النوع من توابل كمان اهي. فاحنا هنحطه دلوقتي على السلطة عشان خاطر هتدي طعم مختلف خالص. يعني انا الكمون اللي هو مطحون اهي. دلوقتي هناخد الفول بتاعتنا نحطه على السلطة كده. فتصدقوا ان الحاجة يعني موجودة في الانجليزي وبتتكلم على الاكلات المطبخ بتاع البلاد البحر الابيض المتوسط، ولقيت فيها الوصفة دي. اصل انا عندي كتب، كمية الكتب كتيرة جدا عن الطبيخ عشان بحب اطبخ، بحب اطبخ قوي كمان. فدايما عندي كميات الكتب عن المطبخ بتاعت البلاد التانية كتيرة اهي. ادي الفول بتاعتنا هنحطه بس عشان نعدمه. مش احنا يعني ده الوصفة فرعوني نقول. هنحطها في الفخار تبقى شكلها تجنن. تمام. اهي. وطبعا زي ما انا قلت لكم هنحط عليها بذر كمون وهنقدمها